فردوس اليوسفي عن جمعية فريق الاستراتيجيات. اليوم عن انطلاقة المشروع. المشروع هذا اسمه فوائي أكسيون دي فام، واللي هو مشروع يعنى بحقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي. اليوم الافتتاح نتاع المشروع، حبينا نلموا الإدارات المعنية، شكون ينجموا يكونوا منتفعين معنا، والجمعيات المحلية بولاية باجة، باش نناقشوا مع بعضنا المشروع ونشوفوا شنو ما طرق السبل التعامل والتواصل، وكيفاش نخلقوا شراكات فعالة مع المجتمع المحلي في ولاية باجة. تتمثل خصيصا أنشطة المشروع باش أننا نعملوا حلقات تركيز لكافة، باش نختاروا معناها تمثيلية على النساء العاملات في القطاع الفلاحي، باش نخدموا السبل نتاعنا هو الفئة المستهدفة 50 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي، باش نخدموا معاهم مجموعات تركيز باش نحكيوا على أهم المشاكل اللي تعترض المرأة في القطاع الفلاحي، شنو الاحتياجات نتاعها والاهتمامات نتاعها، وكيفاش تنجم توصل صوتها وما شغلها إلى الإدارات العمومية. النتيجة نتاع وحدات التركيز ولا وحدات النقاش اللي باش نخدموهم، باش نقوموا بعرضها على كافة دونك أطراف المجتمع المدني في ولاية باجة والإدارات العمومية. من هنا باش يخرجوا مبادرات اللي باش تقوم بقيادتها الجمعيات المحلية في ولاية باجة، وكيف كيف باش يخدموا حملات مناصرة حول المشاكل والاحتياجات والمشاغل نتاع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. باش نقوموا كيف كيف بتصوير فيديو اللي باش نقوموا عن طريقه بحملات تحسيسية، وكيف كيف باش نحاولوا نشاركوا في البرامج الإذاعية والتلفزية التي تعنى بحقوق النساء في القطاع الفلاحي. كيف كيف النساء نتاعنا باش يتلقاو التكوين في كيفاش تكون هي امرأة قيادية وقادرة على إيصال صوتها للإدارات المعنية، باش تتلقى تكوين في كيفاش معناها تاخذ الانيسياتيف والبارول اون بلان بوبليك الكونفيونس اون سوا، وتيماتيك اخرى باش نخدموا عليها اللي باش تخرج من وحدات التركيز. اخر حاجه باش نخدموا عليها هي باش نقوموا بلجنه اللي تضم كافه الاطراف المتداخله في المشروع، اللي باش تجتمع بصفه دوريه طيله مده المشروع، اللي كيف كيف باش تناقش مشاغل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. دونك البروجي نتاعنا ممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية. قيمة المشروع 180 ألف دينار ومدة إنجازه 12 شهر، والمشروع نتاعنا باش يمس كافة معتمديات ولاية باجة.